أصيل الجهة، حصلت على الأستاذية من جامعة تونس المنار كلية العلوم بتونس، ثم واصلت دراستي بجامعة باريس إحداش، ثم جامعة إغريب الديسون حين تحصلت على الدكتوراه في اختصاص علم الميراث البشرية، ثم بعد الدكتوراه وصلت مرحلة من بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان وتخصصت في علم الميراث الصفات المعقدة، ثم تحققت مدة 4 سنوات بجامعة أمستردام، وأنا الآن دكتور باحث وأستاذ جامعي بجامعة أمستردام وكذلك بجامعة ساوث داكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا فما حاجة نحب نقولها كون الخريطة هذه هي خريطة العالم، والشهر اللي فات عملنا اكتشاف علمي وطبي غير مسبوق. أنا عمري 34 سنة، لكن فما باحثين قد عمري أنا مرتين وأكثر بتاريخ معدل الأبحاث هذه باش يلقاو الجينات المتسببة في إنجاب التوائم الغير متشابهة أو ما يعبر عنه بالفرنسية بليفوجيمو، لأنه نعرفوا كونه متوارث ليفوجيمو يتوارثوهم في العائلة، لكن ما نعرفوش السبب الجيني شنو هو. وقد دراسة متكونة من فريق بحث عالمي من هولندا، فنلندا، السويد، انجلترا، استراليا وامريكا، وانا كنت الباحث الاول في هذه الدراسه ونشرناها في المجله العلميه للميراث البشريه الامريكيه، وتلقى صدى كبير في العالم. هذوما عينه من الدول التي اعادت نشر البحث وتحدثت عليه في الصحافه. واذا فما حاجه نحب نقولها كون فرحان في المنطقه في الخليج وفي المنطقه العربيه الجزيره العربيه كتبوا بفضل تونسي اكتشاف خير مسبوق لإنجاب التوائم وعلاقته بالركوبة. وما كتبوش تونسي الفجر ولا تونسي عمل ولا تونسي الطلب. هذايا مساج بوزيتيف إن شاء الله. شكرا. سيدي كباحث تونسي أصيل الجهة في الخارج وعندي معناتها علاقات مع باحثين في مختلف أرجاء العالم، أنا إنسان بالطبيعة سفاق استغرق عاصمة الثقافة العربية نساعدها بكل قوة، لكن هذايا مش غريب على سفاقس، لأن سفاقس لها عمق تاريخي. سفاقس هي قلعة من قلاع النضال والبحر الأبيض المتوسط، هي كذلك قطب اقتصادي واصطناعي وعلمي والثقافي اللي احنا نحتفل بها اليوم. اذا انا متاكد من نجاح سفاقس في احتضان هذه التظاهره العربيه، ومسبقا اتوجه بالشكر بالتهنئه لاني متاكد من نجاحها، وان شاء الله سفاقس من حسن الى احسن، لانه في نجاح سفاقس على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي هو نجاح لتونس وشرفنا التوانسه الكل، واحنا فخورين بهذا وشكرا. وفي نجاح في ثم المسيرة وتراجكتور ممتازة مرة أخرى، نهنيك بالإنجاز هذايا. يمكن تكون موجود في الاختصاص يعرف الحجم تاع الإنجاز هذايا، لكن اليوم فخر كبير لصفاقس لتونس مرة أخرى، نهنيك ونتمناوك كل التوفيق في بقية المسيرة تاعك. تفضل. نحب نقول رسالة للشباب التونسي، راهو طريق النجاح ماهوش صعيب لكن مش سهل زادا، يلزمكم تخدموا وتخدموا وتثابروا في الخدمة وتضحيوا بحول الله توصلوا. شكرا.